طبعا لكم ان تتخيلوا قد ايه الواحد كان هايب النهارده. بس بصراحه بعد الانجاز اللي معمول هنا وبعد كل شفناه دوت، انا سعيد جدا ان انا كان عندي الجراءه ان انا اعمل هذا المهرجان السنه دي. انا كان رايي ان في ظل الظروف السيئه اللي في المنطقه دي، بالعكس احنا لازم نوري ان احنا عندنا حضاره وان عندنا اخواتنا في فلسطين عايز يعيش، وشعب زينا وشعب يستاهل كل خير. فانا بشكر كل الحضور، وإن شاء الله نستمر في هذا المهرجان كل سنة ونشوفكم كل سنة، وأرجو السنة الجاية تكون الظروف أحسن من النهاردة. شكرا. تحية شكر وتقدير وعرفان لأستاذي المخرج الكبير شريف عرفي. أنا كنت محظوظ جدا أني تعلمت على إيده، وهو سبب كبير في حبي للسينما، وبشكره على دعمه الدائم ليا. وأيضا بتوجه بالشكر للمخرج الكبير سمير سيف، والمخرج الكبير خيري بشارة، وجميع أساتذتي في المعهد العالي للسينما. أنا مدين بفضل كبير جدا للنجم الكبير والإنسان العظيم الأستاذ عادل إمام. أوقات عملي معه هي أجمل وأسعد لحظات عملي كمخرج، ولا يمكن أنسى الدعم الكبير جداً اللي ادهولي في أول عمل ليا في عمارة يعقوبيان، وكذلك النجم الكبير الأستاذ نور الشريف. الدعم ده فرق معايا لحد النهاردة، وهنا بتوجه بالشكر لكل النجوم الكبار اللي شاركوا في فيلم عمارة يعقوبيان، وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة يسرى، الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، الفنان الكبير أحمد راتب، والفنان الكبير أحمد بديل، خالد الصاوي طبعا. التكريم والتشجيع ده هو تكريم لكل شركائي في الأعمال والأفلام، ومش تكريم ليا أنا. وهنا أنا عايز أوجه تحية كبيرة جدا لصديقي وشريكي في خمس أعمال كاملة أحمد مراد، وكل الأساتذة الكبار اللي اشتغلت معاهم في هذه الأعمال،